إذا غنمشيو للأمثلة. مثلا تعطينا حل المعادلة التفاضلية إيكغيك سكوند ناقص 3 إيكغيك بريم زائد 2 إيكغيك كتساوي صفر. مزيان، دونك هنا غنحولها للمعادلة المميزة كما قلنا، ياك لدينا المعادلة المميزة هي هنا عندك إيغ أس 2 حيت عندك واحد، فهذه يعني واحد في إيغ أس 2 ناقص 3 في إيغ أس 1 زائد 2 في إيغ أس 0، إيغ أس 0 هي نيت واحد، إذا كنحولو هذه لهذه كتساوي صفر، وكنحسب الدلتا، إذا الدلتا كيساوي بي أس 2 يعني ناقص 3 أس 2 ناقص 4 في 2 في 1 كتعطينا 9 ناقص 8 اللي هي 1. إذا ملي الدلتا موجب كيساوي 1 يعني عندك 2 حلول، غنلقاو دوك الحلول، غنلقاوهم هما الأولين إيغ 1 كتساوي ناقص بي يعني ناقص مع ناقص 3 زائد جذر 1 اللي هو 1 على 2 اللي هي 2 حيت 4 على 2. الأخرى كتعطينا 3 ناقص 1 على 2 اللي هي 1 حيت 3 ناقص 1 هي 2، 2 على 2 هي 1. احنا لقينا 2 حلول ومنه الحل ديال هاد المعادلة التفاضلية كتكتب على هاد الشكل هذا. غنخدمو هذيك اللي فيها الدلتا موجب، إلا كان الدلتا موجب يعني كيفاش غنكتبها؟ ألفا في إكسبونونسيل واحد الحل غنحطو الفوق يعني واحد في إكس، مزيان، زائد بيتا في إكسبونونسيل الحل الثاني اللي هو جوج في إكس. إذا درت إيغ واحد في إكس، إيغ جوج في إكس، إلا قلبتيهم ماشي مشكل، أوكي؟ إلا درتي هنا مثلا واحد وهنا جوج ماشي مشكل، إذا هذه هي الطريقة ديال الحل هاد القضية هذه. إذا غنصبر باش ندوزو لحاجة أخرى. إذا غندوزو لمثال الآخر، مثلا عطاونا إيكغيك سكوند ناقص جوج إيكغيك بريم زائد خمسة إيكغيك كتساوي صفر. غنحولها عاوتاني للمعادلة المميزة. لدينا هذه كتعطينا إيغ أس 2 ناقص 2 إيغ زائد 5 كتساوي صفر. غنحسب الدلتا، الدلتا كيساوي ناقص 2 أس 2 اللي هي 4 ناقص 5 في ناقص 4 اللي هي ناقص 20، دونك الدلتا غيساوي ناقص 16. كما كنلاحظوا بان الدلتا راه سالب اصغر من صفر، يعني غنخدموا الخاصيه الثالثه اللي كنت عطيتكم ياك، ولكن اولا خصني نحدد الحلول، خصني نحدد الحلول. اذا الحلول ديال هاد المعادله هذه واحد الحل كنرمز ليه بايغ واحد والثاني ايغ جوج. ايغ واحد كما قلنا كيتكتب على هذا الشكل ناقص الدلتا على 2 ا، اذا كتساوي فينا هي بي هي ناقص 2 مع ناقص كتعطيك 2 زائد اي الدلتا شحال كيساوي ناقص 16، ولكن مع ناقص الوحده الدلتا كتساوي جذر 16، جذر 16 على 2. نقاد الحساب 2 زائد اي 4 على 2، ونفرق عليهم المقام اللي هي 2 على 2 1 4 اي على 2 كتعطيك 2 اي، أو لا إف جوج بحال بحال جوج إي ولا إف جوج بحال بحال. إذا هذا الحل الثاني نفس الخطوات وغنلقاو واحد ناقص 2 إي، صافي؟ إذا فينا هو اللي كيمثل لي بي، هذا هو اللي كيمثل لي بي وهذا كيو، إذا باين. هذه الإشارة ناقص ما كناخذوهاش، كناخذ ديما ذاك العدد الحذائي بلا ناقص، صافي؟ يعني كناخذ جوج هو اللي كيمثل لي كيو، بالنسبة لواحد هو اللي كيمثل لي بي. إذا الحل ديال هذه المعادلة التفاضلية يتكتب على هذا الشكل. إذا ألفا في كوس فينا هو اللي كيلعب ليه الدور ديال كي هو جوج، جوج في إكس زائد بيتا سينوس جوج في إكس الكل في إكسبونونسيال واحد في إكس حيت بي هو واحد، إذا واحد في إكس اللي هو إكس. إذا هذه هي الطريقة ديال الحل هذه المعادلة التفاضلية. إذا غنستصبر عاوتاني ونمشيو لحاجة أخرى.